اهلا بحضراتكم من جديد، وبنعيد طبعا التهنئه لحضراتكم. كل سنه وحضراتكم بخير. اول ايام 2024 يناير 2024 الانضمام الرسمي لمصر الى تجمع بريكس. تجمع بريكس في 24 اغسطس السنه اللي فاتت قلنا ان ده واحد من اهم الاخبار الاقتصاديه عالميا بالنسبه لمصر، طبعا انضمامها لتجمع البريكس، وهو كان بمثابة شهادة اعتماد في الثقة لمصر من حيث الثقل الاقتصادي السياسي، وأيضا لتأثيرها الإقليمي في المنطقة والشرق الأوسط. بعد ما أصبح الانضمام رسمي النهاردة، ما هي الخطوات القادمة والأهداف والدلالات لانضمام مصر الرسمية لتجمع بريكس؟ معانا دكتور محمد باغا، أستاذ الاقتصاد في جامعة قناة السويس. دكتور محمد، برحب بحضرتك معانا في التاسعة، وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير يا دكتور يوسف، أهلا بحضرتك وكل عام وأنتم بخير، وكل مصر جميلة وإن شاء الله بخير وطيبة يا رب. ومتقدمة دائما بإذن الله يا رب. إن شاء الله عام سعيد علينا كلنا إن شاء الله. 24/8/2023 صرحنا هنا في التاسعة وقلنا إن ده كان أهم خبر اقتصادي أو أحد أهم الأخبار الاقتصادية لمصر في 2023 وانضمامها لي أو دعوتها للانضمام لبريكس. النهارده رسميا مصر اصبحت في البريكس. ما هي الخطوات القادمه واهداف الانضمام ودلالاته؟ خلينا نقول انه بريكس بتعتبر يعني تجمع من اقوى التحولات الاقتصاديه والسياسيه. خلينا برضو نركز على كلمه السياسيه دي، لانه التجمع اساسه سياسي وليس اقتصادي. بتعتبر طبعا بتضم من مجموعه الدول اللي هي بتمتلك اسرع معدلات النمو الاقتصادي في العالم. والحقيقه يعني قوه هذا التكتل راجع من عدد من المعايير اللي موجوده فيه. احنا بنتكلم على تقريبا 42% من سكان العالم موجودين في هذا التجمع، مما يدل طبعا على انه حضرتك بتتكلم على سوق عالمي كبير جدا، من الممكن انك تعمل فيه حاجات كتير جدا. اقتصاديات هذا التكتل بتمثل تقريبا 32% من حجم الناتج المحلي العالمي، طبعا رقم هائل ممكن يعمل فرص عظيمة جدا. أولا أنه مصر بتنضم، هو طبعا كانت في دعوة للانضمام، والحقيقة مصر كانت من حوالي 19 دولة كانت مقدمة لي يعني أن هي تتقدم لتجمع البريكس، وتم اختيار الحقيقة يعني مجموعة الدول كانت الأكثر كفاءة أو الأكثر قدرة في اقتصادياتها أن هي تنضم. كانت الحقيقة ثلاث دول عربية، مصر والسعودية والإمارات. الحقيقة مصر بتستهدف أو في سبع فوائد، أو خلينا نقول ثمان فوائد من هذا الانضمام ممكن مصر تحققهم. أولا زيادة الصادرات لدول المجموعة، وهنا بتبان بقى قدرتنا التنافسية، وبيبان مرونة الاقتصاد المصري الحقيقية على أنه يكون قادر على مواجهة الطلب الكبير أو الطلب المحتمل اللي ممكن يكون موجود في هذا التجمع أو السوق الكبير. النقطة الثانية طبعا أن مصر تقدر تستفيد من الاستثمارات الجديدة ما بين دول التجمع، وإحنا الحمد لله كان عندنا الفترة الماضية جهد رهيب جدا من جانب القيادة السياسية والحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية والبنية الرأسمالية بشكل عام، وأتصور أن هي أصبحت جاهزة النهاردة لاستقبال أي استثمارات من الممكن أن هي تكون من خلال هذا التجمع. النقطة الثالثة طبعا ان في رفع للتبادل التجاري البيني ما بين الدول. أيوة. وده طبعا هيصب في حاجة مهمة جدا، انه النهارده انت بتواجه أزمة عملة، وبالتالي تخفيف الضغط عن العملة الأجنبية اللي مصر بتحتاجها خاصة من الدولار الأمريكي. التجمع ده هو مقصود منه كسر الهيمنة الغربية اللي موجودة طبعا على موضوع التمويلات، وموجودة طبعا على فرض السياسات الاقتصادية والسياسية العالمية على دول الجنوب، وبالتالي انت بتعمل محاولات لكسر هذه الهيمنة. اتصور ان رفع معدلات التبادل التجاري البيني ما بين الدول هيكون في اتجاه، وان شاء الله في مؤتمر هينعقد في كازان بقيادة روسيا في 2024، اعتقد في اكتوبر 2024 هيقرر هذا المؤتمر اذا كانت هناك تعاملات بعملة موحدة ما بين دول البريكس، او اختيار اي نمط من الانماط قد تكون عملة أو شفرة رقمية ما بين الدول الأعضاء لزيادة التبادل التجاري فيما ما بينهم. طبعا الأمور دي هتؤدي بنا إلى أن احنا بنتوسع في التصنيع محليا، وبالتالي هنكتشف الفرص اللي عندنا علشان نقدر نواجه الطلب أو نواكب طبعا الطلب بانضمام مصر الحمد لله رسميا النهاردة. فاحنا بنكون على تراك
سليم جدا ان احنا نقدر نستكشف مزيد من الفرص اللي موجوده عندنا، وبالتالي ابراز اهميه وجوده المنتج المصري عالميا.